باي باي. باي باي مامو. مشيتوا؟ السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، انا راه خصني نمشي نجيب سيليا، باقا لي غير شي نص ساعه باش نمشي نجيبها. وقلت علاش لي ما غنجلسش نتهلا شويه في تفيراتي اختي، وقلت نجرب معكم هاد لا ماشين هادي اللي كنجاب لي عادي في لي كادو ديال لا فيديو اللي غتكونوا شفتوها قبل من هادي. كنهضر على هاد لا ماشين هادي وغنخدم بهادو باش نبرد التفيرات. عندي مشكل في التفراده، عييت من شو ديجا دايره واحد الصباغه دايره بحال لاباس، وفيها دوك البريو، وخصني نبرد تفيراتي نقادهم مزيان. لما مشي اختي للصالون، اختي للصالون 200 درهم كل مره، مالي عرفتي السيده اللي خدام في الصالون تشوف لها فيديو تقول لي زقر ماما. ايوا المهم نجربوا لا ماشين ونشوفوها كيفاش غتقاد لنا التفيرات، ونشوفوا لا كولور اللي غادي نصايبوا ان شاء الله بها الصباغه، ونوجدوا حتى لا ماشين باش نشوفوا الصباغه. الدلع يا اختي اخر دلع. ولكن قبل من هذا الشيء كله غنحاول انني نقاد يديداتي. شحال هذه الصراحه ما طلعتش في يديداتي، نحيدو هاد الباباكات. شوفوا واحد الحيله درتها، كنهضر معكم وسنلحت واحد الفيديو نشوف فيه هاد الخاتم. هادي هاد لاباكادي عندي من شحال هذا ديال غوتشي، ما كتبدلش ليها لا كولور، وسميتو وكانت طاحت ليها كتبانش ما عرفتش علاش، كانت طاحت ليها الحجره، وانا عييت ما نقلب زعما كيفاش نعاود نرد لها نفس الحجره، تعييت وانا نشدها درت ليها بنت في واحد الحيله زوينه. شوفوا زعما دي بانيت راسي، درت لها ديك هكا، جمعت هذوك اللعيبات اللي كدار وسط منهم الحجره، عرفتوا جا الديكور ديالها واعر، جات بحال اصلا ديكورها هكاك، ما بغيتش تبان ليكم. فوكس، شفتوا كيفاش جات واعره، كتجي بحال هي اصلا ديكورها هكاك، ما بقاش محتاجه اختي الحجره شي مسمومه كتقول. المهم قبل غادي نختار انني ندير قماش من هاد لي قماش كاملين، غنختار البارح خدمت بديال ستروبيري ماشي ليا، صورت واحد لا فيديو ديال العنايه بزوجي العزيز اختي، دابا نحطها لكم، ما عرفتش واش نحطها قبل من هاد لا فيديو هادي ولا من بعد منها. زوجي العزيز اعتنيت به، انا خدت هاد القماج هذا ديال الفحم، هو اللي غادي نقومي به ديداتي. مره نتهلا في ديداتنا، راه هما كلشي، ديداتنا هما اللي كيمشطوا لينا، اللي كيقدونا، اللي كيغسلوا لينا، اللي كيوكلوا لنا، اللي كيطيبوا لينا، نتهلا فيهم تما مره. انا الصراحه كل مره شنو كنتهلا في ديداتي رجيلاتي، نحاول ندير قماج بهذا ديال الفحم بحال هكا، قومي مزيان. الله عرفتو كتحسو فيه بقوة ما فيه، دوك الحبيبات حارشين، ما كيجرحو ما والو، وبقوة ما كتحسو بالراحة. هانتوما حتاني نوليو جداد اختي، وعاد انا ان شاء الله غندير معاكم واحد لاغوتين ديال قبل من سهرة رأس السنة ان شاء الله، نتهلاو في راسنا، نديرو الخلطة ديال العروس، ونديرو بزاف الحاجة. تشوف شككتي ماما شكل كنت ديما ما نساوش الراحه ديالي ثاني هي لداخل. صافي من بعد ما حكينا ونبقوماش نمشي نغسل يديداتي. من بعد ما غسلنا اختي يديداتنا، شوفوا تبارك الله والله العظيم حتى كيبان عليهم التهلا. انا راه دونت سوق اختي، شوفوا بلا مكياج بلا برا، كنحل الكاميرا كنجلس نصور معكم ما كنسوقش. المهم نشفنا ما مضربه ماشي كنشف. صافي ما نساوش اننا نردو الحاجه لبلاصتها سير بلاص باش ما تخربقش عندنا الدنيا. انت
تعودوا على ديك القضيه ديال منين جبد الحاجه صايبه رد البلاصه سير بلاص منين سالي ما نقولش حتى نرجع ولا راه ما كاينش الوقت انا زربان لا اختي ردي الحاجه لبلاصه. غنجيبوا الراس ديال الشارجور باش نختموا هادي. شفت المشكل شنو لقيت المشكل؟ ان الكابل ديالها حطو قدو وانا عندي البريز ديال الضو بعيد، البريز ديال الضو بعيد كاين لتحت وهي الكابل حطو قدو. نحاول نقادو التفريم. انا اول مره خدمت بها هي فاش خدمت بها العادي ماشي هي الصراحه عمري خدمت بها ولكن زوينه فايت خدمت لي بها البنت في الصالون ولكن بالنسبه ليا انا نخدم بها صراحه زوينه كتنقي بعد المرة تفرنات يكون فيهم واحد الحاجة بحال ديك واحد المادة اللي كتجي فوق السنينات بحال هكا كتدفري واخا تعيي ما تحكيهم ولا تغسلهم صراحه عادي تيحمق على هادشي ديال لي ماشين هو تيشري لي ماشين كتر مني انا شوف هاد البريونات تيبانو بحال الوسخ في الدفار عرفتو راه كتنقي الدفر كتنوض غبارة نحاول نبرد بها غادي تنفعني تا مع سيرين نقدر نصاوب لها بها تفرينة هانتوما شوفو يا سلام دابا هاد اليد هي لي غنوحي فيها حيت أنا عسرية فوالا والله الا تحيدات ليا هاد الطفرة هدا كانت في ديك اللعيبة اللي كليكم تحيدات صراحة واو والله العظيم الى واو واو عجبتني طب 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 كت
تقاد التفيرات بواحد الطريق بواحد الطريقه. يا سلام عجبتني الصراحه. ايوا دابا غادي نمشيو باش اليوم تهلي اختي تهلي اليدين، غنديرو شي لوين صباغه اللي غيكون مناسب مع اي حاجه غنلبسوها. انا شوفوا انا عندي واحد البروغرام ديال انه نهار الخميس كنسالي الشقه اللي عندي كله اللي كيديني عاوتاني حتى الخميس الاخر. ما كنهضرش على الشقه ديال اليومين، يعني الخميس كندير اي حاجه خاصني تحيد عليا في الدار، ما خصنيش يبقى ندير روينه في الويكند حيت الجمعه كيكون كسيكتو كيكون هكا صلاه الجمعه، يعني ما كتكونش اصلا داك الوقت اللي غادي مثلا نضيعو في الشقه ولا هادي. صافي الخميس كنحيد عليا كلشي باش الجمعه ان شاء الله كسيكتو هكا كيفما قلت لكم كيجي عادي نجلسو نتفرجوا في شي فيلم بزاف ديال الامور. والسبت والحد راه كندوزوهم يا اما كنقضيو الاغراض اللي عندنا في الدار اللي هما كبار، مثلا عندي شي حاجه الاصلاحات اولا كنمشي نتقدى اولا كنخرجوا نتساراو اولا كنتلاقى بسنا، لان السبت والحد انا كنحسبهم بحال ما كاينينش في السيمانه فهمتوني. داكشي علاش الخميس كندير اي حاجه ديال العنايه واي حاجه ديال هذا كنديرها نهار الخميس باش كنتهنا منها. يلا لا دابا راه سالينا منها غادي نحاول نجمعها. انا دابا درت شو جمعت الاخر ماشي مشكل يخلي هذا نيت باش نخدم. جمعت لا تخص هادي درت فيها ديال القديمات، هاد الماشين ديال القديمات اللي تاهي غادي نجربها معكم، وسميتو ودرت فيها هذا ديال التفرين، يعني اي حاجه خاصه بالجديدات وبرجيلات درتها في هاد لي تخوص هادي فوالا. ولي تخوص الاخرين حتى هما راه استعملتهم لبزاف ديال الحوايج. الوغ دابا شنو غنديرو؟ غادي نجبدو لا ماشين اللي هي ديال نشاط ديال التفرين نشاط الصباغه. هادي مازال ما حيدتش ليها الكرتونه، خصني عاد نقلب على شي غونجمون ولا تبقى تجي فيه باش ما تتكرفصش. ما كنبغيش انا حاجتي تتكرفص فراسكم، انا حاجتي واخا تكون رخيصه عندي شي حوايج وبصات الثمن ديالهم رخيص ولكن عزازين عليا وكنبغي نحافظ على حاجتي كتبقى حتى كنعطيها للانسان واحد اخر وكيستافد منها حتى هو وصافي. انا هكا كنفرح ملي كتجيني مثلا شي وحده اخرى ولا كنشري شي وحده اخرى خصني هذه كيستافد منها انسان واحد اخر. علاش غتضيع؟ ما كيعجبنيش الحاجه تضيع. والله اختاريت هذا اللون هذا نقدر نحيدو في العشيه، انا ما عنديش مشكل. داكشي علاش عادي الفكر ياخذ لي هذه اللي كتنشف الصباغه دغيا، حيت انا من داك النوع اللي كندير صباغه كيخصني نحيدها نتوضا نصلي وعاوتاني نصبغ بصباغه واحده اخرى ما عنديش مشكل. تخيلوا شحال ديال الصبايغ عندي وراه عطيت منهم للبنات وباقي عندي، وعندي واحد الباكي فيه شي 24 تقريبا ديال الصبايغ في الالوان من بحال هاد الماركه اللي توقيلا هاد اي ار ولا ما عرفت سميت باباها، وما مازال ما حليتهاش. كنت كنقول لا انا كيعجبني الصباغ ولكن كنقول لا حيت الصباغه هكا كنوحل في التنشاف ديالها. انا كيعجبوني الالوان كل مره غندير لون ايه ولكن ما كينشفش في الوقت زعما دغيا كياخذ وقت باش ينشف. صافي داكشي علاش ما حليتهاش، دابا راه نحلها نستفاد من بيتي. لا ماشين راه ركبت هذا كتسخن، انا غنوريكم كيفاش درت لها حيت ما لقيتش حتى هي الكابل ديالها قصير خصني نلقى شي حل خصني صايب ليا عادي شي هذاك الكابل اللي كيكون بحال لارونج تيكون طويل باش نبقى نوصل به الطول لي ماشين هنا فوق الكوافوز حيت عندي السوشوار اصلا سميتو الكابل ديالو طويل، ولكن دابا لي ماشين هادو الكابلات ديالهم قصار الو خصني حل خصني الضوء هكا. صافي صبغت صبغت هاد الجديده هادي، انا نوريكم الماشين فين حطها. ماشين راه كنجربها معكم داكشي اون ديريكت حيت داك الفيز حطيتو تما. ها هي لا ماشين بسم الله ما جربتهاش كاع هي في مره، اول مره غنجربها معكم دابا. ايوا ها هي كتنشف اخويتي انها تنشف. دابا انا درت لي الثانيه كنتسناها تنشف باش نمشي نجري نجيب سيليا من ليكول. ديجا مغديه مزيان داي مع الكوتي ديالها لو غتجي واكله تجي نعطيها غير شي حاجه تسقط هكا عاديه وصافي وصافي. هادشي اللي كاين وغنكمل لكم هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غنصايبو شحال من حاجه اليوم
صافي نشارك معكم الروتين ديالي ديال يوم الخميس. عادل امام شنو تيقولها ليله الخميس ليله ابليس. هذه اللي جات بحال هكا صافي راه نشفتها. شوفوا لي ديدات. صبروا 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 دابا عاد كتبان لاباك وكتسي كيبانو لي ديدات غزالين. ايوا دابا غنوض نمشي نجيب بنتي. او صراحة لا ماشين انا كنتيستي معاكم كل حاجه كل حاجه نتيستيوها بوحديتها. لا ماشين ديال تنشر التفرين ولا ماشين ديال التبر ديال التفرين طلعوا وارين. ايوا صافي غنوض دابا نمشي نجيب بنتي وغنكمل معاكم هاد لا فيديو هادي. خليكم معايا. هانتوما نصور لكم حومتنا. هنايا انا غادا نجيب سيليا من ليكول نصور لكم كلشي. هنايا تقريبا يلا كيتبنوا. ايوا حنا غاديين. المشكل اللي كنلقى مع سيليا يوميا الشكاره راه زهقانه. المشكل ديال انها ما كتبغيش تمشي للدار. يلا زيد دايره شويه ديال الدجاج على شكل شاورما ودايره هنايا الفريت. ما خدمتش الصراحه الفريت جوج هي باقا ما خدمتها وفي نفس الوقت كنلعبو كاسكاس انا وسيليا. يلا انا نتخبى صافي. يلا ديري انا ديك خدها دابا نتخبى بصح سيي. مخبيه في بيتك تقلب عليه. يا حبيبي يا أمي أنا يا أمي الكبيدة.